السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويارب الجميع يكون دايما بخير. هنشوف مع بعض دلوقتي كويز من الكويز اللي احنا عملناها على مدار الترم. الكويز ده بيتكلم على المنتجع السياحي. هنشوف مع بعض نموذج منتجع سياحي. فضلك تجيب ورقة وقلم وتاخد ورايا نوتس وتبدأ ترسم سكتش وتشرح عليه بالشكل اللي احنا هنقوله دلوقتي، على أساس يكون دي بروفة قبل إن شاء الله ما نخش الامتحان. طبعا الذكي مننا هيبدأ يجمع مجموعة الكويزز اللي احنا اشتغلنا عليها على مدار الترم، ويبدأ يحلها قبل ما يخش الامتحان، مع إن هو يجيب نموذج امتحان سواء من الترم أو فاينل ويحله، مع إن هو يذاكر من المحاضرات المختلفة اللي اشتغلنا عليها والأبحاث سواء الفردية أو الجامعية، وشغل البورتفوليو اللي احنا اشتغلنا عليه وبنقدمه. دي كلها حاجات مصادر المذاكرة بتاعتي. فهنعرض دلوقتي الكويز دهوت ونشوف مع بعض يتجاوب عليه ازاي. السؤال في الامتحان ممكن يجي ازاي؟ السؤال في الامتحان ممكن يجي بشكل كلامي زي كده. نبص كده مع بعض عليه. مكتوب: مطلوب رسم سكتش مكونات المنتجع السياحي الفندقي مع الشرح عليه من خلال الأسهم، تمام كده اهوت، لتوضيح المكونات وكيفية توجيه الأمثل والمحددات التصميمية الخاصة بها. يبقى أنا مطلوب مني دلوقتي أرسم سكتش لمكونات منتجع سياحي فندقي. هنبدأ نجيب دلوقتي نموذج حقيقي من أرض الواقع، نموذج متنفذ، بحيث نقدر نشوفه ونبدأ نشرح عليه ونشوف ازاي نجاوب عليه. في المحاضرة كنا عرضنا نموذج لاجونا فيستا. ده فندق أو منتجع بمعنى أصح موجود عندنا في مصر في شرم الشيخ. يعتبر منتجع سياحي ترفيهي فندقي. طيب لما نيجي نشوف كويس من جوجل ايرث الفندق ده عبارة عن ايه، على اساس ده على سبيل المثال مش الحصر، افهم هو مكونات الفندق الخمس نجوم عبارة عن ايه. تمام كده يا شباب. الغرض من عرض فندق لاجونا مش خاطر هو احسن حاجة في الدنيا، لا، عشان افهم مكونات المنتجع الفندقي او الفندق عبارة عن ايه، ايه التدرج الفراغي، اخش من الاول الاقي ايه، وبعد كده الاقي بعديه ايه، وبعد كده الاقي ايه في ايه، لحد ما اوصل في الاخر للبحر. فدي كلها حاجات في منتهى الاهميه عشان اتعلم ازاي اصمم منتجع سياحي فندقي. طيب لما اجي ابص كده على اللاجونه من فوق، الاقي ان هنا في عند الشارع وهنا في عند البحر، الارض لحد ما مستطيله استطاله في اتجاه البحر، في فوقية أو جنبية فندق تاني، والناحية التانية في برضه فندق تاني، فبالتالي هعمل ممر خدمة، تمام، سواء من الناحية اللي فوق أو من الناحية اللي تحت، بعد ما هبني السور بتاعي اللي بيني وبين جاري. فدي حاجة في منتهى الأهمية لازم أشتغل عليها وأنا بصمم، إن أنا بعد ما هبدأ نرسم قطعة الأرض طبقا للقياسات الموجودة في أرض الواقع، هبدأ إن أنا أعمل طريق، تمام، بعد السور ده أهو، بحيث الطريق ده او مسار الحركه ده يعتبر مسار حركه خدمي، اعرف اوصل من الشارع من بره واوصل لحد اخر جزء في المشروع، سواء من ناحيه جاري اللي فوق او من ناحيه جاري اللي ايه اللي تحت. فدي كده رقم واحد، فكره الخدمات ومسارات الحركه الخدميه، علشان لما اجي اطلع هبدا ادخل فيها عربيات هتخش وتطلع، العربيات اللي بتخدم المشروع بتاعي، فبالتالي ما حدش يشوفها، تمام كده اهوت، ما حدش يشوفها من الناس النزلاء الموجودين عندي في المشروع. تمام كده يا جماعه. عشان كده هتلاقي مسار الحركه ده، مسار الحركه ده الارض فيه متسفلته او معمول انترلوك، على اساس ان ممكن امشي فيها من بدايه المشروع لحد نهايه المشروع بالشكل الطولي ده. تمام. طب هبدا بقى اشوف المشروع بيتكون من ايه. هلاقي ان المشروع بشكل عام فيه اربع اجزاء، تمام كده اهوت. الزون الاول او المنطقه الاولى عباره عن زي ما احنا شايفين كده اهو، الشكل البيضاوي كده اهوت، وفيه هنا اهوت ايه سهمين، عباره عن منطقه خدميه وسطيه ما بين الفندق وبين الشارع. طيب وده سؤال في منتهى الأهمية، هو ليه الفندق دهوت، تمام كده اهوت، أول ما أشوف بصريا هلاقي إن هو كأنه شكل إنسان، دي دماغه ودي دراعاته، مش كده؟ كأنه بياخد الناس بالحضن. طبعا هو كده بيبص ناحية البحر ومد ظهره للطريق. طيب ليه أنا الفندق دهوت لو واخد حرف يو، ها، عملتلوش إزاحة وحطيته في المكان ده هو على الطريق بشكل مباشر؟ ليه؟ ليه الاركتكت او المعماري ما عملش كده؟ ليه ما عملش كده؟ عشان يبقى في عندي منطقه في النص ما بين الفندق وبين الطريق، المنطقه دي منطقه خدميه عشان اكسب المستثمر اكتر، تمام كده دلوقتي. من الذكاء المعماري ان انا ما اخليش الفندق على الطريق بشكل مباشر الا لو هو بقى مصمم لده، تمام كده. يعني في عندنا مشاريع اللي هي الاوتيلز، وفي عندنا مشاريع اللي هي الايه اللي هي يعتبر مشروع الفندق اللي انا موجود على الطريق السريع اللي انا ببيت فيه واكمل بعد كده اهوت، تمام كده اهوت، اللي هو الموتيل.
ففي فرق بين الهوتيل والموتيل، تمام كده اهوت. فبالتالي ده عشان خاطر فندق سياحي ترفيهي لازم اخلق منطقة، تمام، ما بين الشارع وبين الفندق ده اهو. المنطقة دي هنتكلم عليها دلوقتي، اللي هي منطقة رقم واحد، اللي انا هلاقي فيها بعض الاكشاك، بعض المحلات، هلاقي فيها الباركينج، هلاقي فيها مكان كبير زي دوت، نشوف كمان شوية هيبقى ايه، ولاقي ان في عندي ملعب. يبقى ده كلها منطقة ممكن حد بره يستفاد بيها من غير ما يخش المشروع، من غير ما يخش الايه، الفندق نفسه كفندق. يبقى دي منطقة رقم واحد. منطقة رقم اتنين هي دي بقى المنطقة اللي فيها كتلة الفندق، تمام، كتلة الفندق اللي فيها بقى الاستقبال، اللي فيها المطعم الكبير، اللي فيها مجموعة الغرف الفندقية، اللي فيها أكتر من بسين، تمام، اللي فيها اللاند سكيب، اللي فيها نسبة التظليل، اللي فيها المعالجات، اللي فيها كل حاجة، تمام كده يا جماعة. يبقى الزون ده في منتهى الأهمية، وده جزء من المنتجع الكبير اللي هو بالشكل ده. طبعا في فرق بين ان انا بصمم فندق وان انا بصمم منتجع. لو فندق يبقى انا بصمم الحرف يو ده بس، لكن منتجع انا بصمم كل ده، تمام كده اهوت. طب الجزء الثالث من المشروع، الجزء الثالث من المشروع عباره عن شاليهات، تمام كده اهوت، شاليهات منفصله جنب بعض جنب بعض، تمام، واخده الشكل الطولي او لينير بالشكل ده اهو، على اساس ان هي عامله قلب المشروع، بتلف حوالين جاردن، او حوالين بسين، او حوالين منطقه لعب اطفال زي ما هنشوف دلوقتي. خد بالك بقى، يبقى في منطقه رقم واحد اللي هي منطقه خدميه، بعد كده رقم اتنين منطقه تعتبر سكنيه فندقيه، رقم ثلاثة منطقة شاليهات، تمام كده اهوت. رقم أربعة بقى هنشوفها دلوقتي، اللي هي المنطقة اللي بتطل على البحر بشكل مباشر. دي بقى المنطقة اللي فيها اللي إيه؟ اللي فيها بقى الملاعب، اللي فيها الرمل، ها، اللي هي بتطل على البحر بشكل مباشر، اللي فيها الشماسي، سواء الشماسي بيلت إن اللي هي متعرشة، أو الشماسي بتقفل وتتفتح، تمام، وغيره. ممكن ألاقي فيها برضو زي مطعم صغير، ممكن ألاقي فيها منطقة ألعاب سواء للكبار او الصغيرين، ممكن الاقي فيها منطقه تظليل، ممكن الاقي فيها شماسي كتيره الى اخره، ممكن الاقي فيها لسان، ممكن الاقي فيها جزء طالع عشان خاطر اللانشات الى اخره بقى، التصميمات المختلفه في المنطقه الرابعه ده هي، تمام كده اهوت. يبقى دلوقتي انا غصب عني في المشروع بتاعي ما ينفعش اخلي جزء ان في الكتل، سواء كتله الفندق او كتله الشاليهات، بتطل مباشره على البحر، تمام، اوصل الدراع ده لحد هنا، ما ينفعش، تمام كده اهوت. ده من الاشتراطات، ان في عندي حرم للبحر. الحرم دوت لازم احترمه، ما ينفعش يتبني فيه اي منشات خرسانيه، المنشات اللي فيها خفيفه، عباره عن ملاعب، عباره عن مطاعم، عباره عن قعدات، عباره عن اماكن تظليل، تمام، شيد، عباره عن شماسي الى اخره، تمام كده يا جماعه. طيب يبقى ادي الاربع اجزاء الموجوده عندي في المنتجع. طبعا انا بتكلم بشكل عام، واخد مثال تطبيقي للاجونا فيستا الموجوده عندنا في شرم الشيخ على سبيل المثال لا الحصر، تمام كده اهوت، مع اختلاف التصميم. انا مش بتكلم بقى على التصميم والفكره التصميميه والكونسبت، لا، تمام، انا بجرد المشروع لزوننج او مناطق عشان تتخيل المشروع عباره عن ايه. يبقى انا محتاج في الامتحان هبدا ان انا ارسم الاربع مناطق دول، اقول منطقه خدميه، منطقه الفندق، منطقه الشاليهات، ومنطقه اللي بتطلع على البحر بشكل مباشر اللي هي منطقه الايه، الملاعب المفتوحة، أو المنطقة بقى اللي هي الرمل، تمام كده، هو الحرم بتاع البحر اللي هو الرمل. هبدأ أرجع تاني دلوقتي نشوف الجزء ده أهو، وهبدأ بقى أفصل لك حاجات كتير أنت مش واخد بالك منها. إيه الحاجات اللي أنت مش واخد بالك منها اللي أنا محتاج دلوقتي أفصلها لك؟ هتلاحظ دلوقتي إن المشروع متكون من أربع أجزاء. السؤال الاولاني هو ليه الفندق بتاعي مش بيقع على الطريق بشكل مباشر؟ طب ايه الجزء ده اللي بيقع على الطريق بشكل مباشر؟ تمام، الاركتكت او المعماري عمل ايه هنا على الطريق بشكل مباشر؟ هبدا افسر لك. اول حاجه بدا يعمل اكشاك خفيفه، يونتس كده جنب بعض جنب بعض، بتطلع على الشارع بشكل مباشر. خد بالك انا بشرح لك اللي ما تم تنفيذه الموجود على ارض الواقع دلوقتي، انت لو رحت المشروع هتلاقيه كده. طبعا الصوره دي من جوجل ايرث قديمه شويتين، يمكن بقى لها 3 سنين ولا اكتر. دلوقتي لما تروح لاجونا هتلاقيه اختلف عن كده، يعني اتعمل له ريديزاين وزود فيه نسبه الميه، فمبقاش شكله تيبيكال كده. فدي يعتبر صوره من جوجل ايرث حقيقيه بس من حوالي سنتين ثلاثه. طيب يبقى اول حاجه هنشوفها ان الاركتكت فكر او المعماري فكر ان هو بدا ان هو يكسب المستثمر، ان هو بدا يعمل كشاك يونتس كده جنب بعض جنب بعض عشان بيع زهور، صيدليه، بيع زي بازارات الى اخره يعني للسياح. فبالتالي المنطقه ديت بتخدم على اللي جوه الفندق واللي بره الفندق، فبالتالي ماشي في الشارع يقدر يخش بشكل مباشر للاكشاك ديت، يشتري منها هو عاوزه ويكمل، تمام كده.
دي حاجة في منتهى الأهمية، الأركتكت خلقها أو صممها، فكر فيها، نفذها عشان يكسب المستثمر أكبر مكسب ممكن. طبعا الجزء دوت شغال عند 24 ساعة، تمام كده يا جماعة؟ طبعا بيتأجر وبيكسب الإيه؟ المستثمر. طب الجزء التاني، الناحية التانية، تفتكر ده إيه؟ لو إحنا اعتبرنا إن ديت كلها أكشاك ومتغطية بأشكال مختلفة وعبارة عن محلات زي بيع زهور وصيدليات وماركتينج مختلفة، بازارات وغيره، تفتكر الناحية التانية هيكون فيه إيه؟ كتير مننا أول ما بيشوف الجزء ده أهو، الصورة البصرية ديت، يقول لي والله يا دكتور أنا شايف إن دوت فيه إن هو زي جراج، أه، وهنا في عندي كتلة، أيوه، يعني أخمن ده جامع، تمام كده أهوت، كل يعني دماغنا بتيجي بشكل مباشر إن هو جامع. يعني أنا كنت أتمنى، يعني هو طبعا للأسف هو مش جامع، تمام كده أهوت. طب تفتكر دوت إيه؟ أنا لسه بقول لك ده الأركتيك فكر إن هو يكسب مستثمر، ده منطقة سياحية، فبالتالي هيعمل إيه؟ أو هيعمل حاجة عشان السياح، عشان الأجانب، أكتر منه حاجة محلية، فبالتالي هتلاقي المكان دوت، تمام؟ حاليا بيتم تأجيره، اللي هو يعتبر زي إيه بقى؟ اللي هو بيطلق عليه يعني منطقة ملهى ليلي أو ألعاب، تمام كده هوت؟ ديسكو، يعني حاجة كده يعني. الجزء دوت يعتبر جزء متصمم ومتنفذ بالشكل دوت على اساس ان هو بيخدم اكتر على الاجانب وبيطلع على الخارج اكتر من الداخل، فبالتالي المستثمر بيأجر دوت بحيث ان السياح ممكن يجي ويخش بشكل مباشر للجزء ده بعد ما يركنوا عربيتهم وكده يكملوا من غير ما يخشوا المشروع، تمام كده يا جماعه؟ تمام. انا بس يعني ايه بقول لك اللي موجود في ارض الواقع ايه، وطبعا ده بيبقى فيه سجال ما بين المعماري وبين المستثمر على اساس يشوفوا ايه الاستعمال الانسب الموجود عندي في المكان ده، تمام كده يا جماعه؟ طيب ايه بقى اللي في قلب المشروع او في نص المشروع؟ انا هو ده عباره عن مسار حركه بيدخلني المشروع والف ويخرجني من تاني المشروع، فاصبح في مدخل ومخرج للايه المشروع. هنا في عندي باركنج كبير، تمام، اركن فيه العربيه بتاعتي، اركن فيه الاتوبيسات، وهنا عندي الناحيه التانيه الاقي ان في عندي ملعب، ملعب كبير قوي. الله، طب ليه يحط الملعب في المكان ده؟ اهو نفس اجابه السؤال، هو ليه بيحط المحلات بره؟ تمام، ليه بيحط الملعب بره؟ ليه برضه بيحط المحلات بره؟ عشان بالتالي انا ممكن اخش اركن عربيتي والعب، تمام، بعد ما ادفع تيكت وارجع تاني اخد العربيه وامشي من غير ما اخش المشروع، تمام كده يا جماعه؟ عشان كده المعماري او الاركتكت فكر ان هو يحط ان هو مجموعه ملاعب على اساس ممكن حد يجي من بره يستعمله من غير ما يخش في ايه، في الفندق، او من غير ما يخش في قلب المشروع، تمام. طيب خلاص، انا دلوقتي شفت هو الايه المناطق المختلفه، هنا في عندي منطقه لحد ما ترفيهيه، هنا في عندي منطقه رياضيه، وهنا في عندي منطقه تجاريه، تمام كده اهوت، وهنا في عندي باركنج كبير. طيب نبدا بقى نخش بقى للايه، للجزء الفندقي. الجزء الفندقي اللي هو عندي حرف يو زي ما احنا شايفين كده اهوت، هلاقي ان الكتله الكبيره هي اللي موجوده عندي في النص، هي اللي بتطل على ها الميدان ده اهو اللي هو عندي في مشروعي. ايه بقى الكتله الكبيره دي؟ الكتله دي هتلاقيها في عندي الانترنس اللي هو بهو الاستقبال الكبير اللي فيه كاونتر استعلامات، اللي هنا في عندي قاعه كبيره ممكن تستوعبني، ممكن الاقي في عندي مطل بيبص على البسين الموجود عندي، فدي كلها تعتبر الانترنس بتاعي. طيب ولاني في عندي كمان المطعم، تمام كده اهوت، المطعم الموجود عندي اهو، مطعم مشتملاته والمنظم بتاعه بالناس اللي شغاله فيه، هتلاقي ان في عندي جزء ممكن ان انا اخش اكل في المطعم دوت هنا جوه يعني المبنى، وممكن ان انا اكل في مطعم بره المبنى، تمام كده؟ فبالتالي في اطلاله خارجيه بتبص على البحر وبتبص كمان على البسين، طبعا مرمى البصر اهو البحر بيبص عندي في السكه دي كده، تمام كده؟ تمام، يبقى دي الكتله الكبيره. في عندي المدخل بهو المدخل، في عندي جنب بهو المدخل المطعم، وفي عندي كمان اللي هو قاعه افراح كبيره، ما تستعجبش ان في عندي قاعه افراح عشان دي من ضمن متطلبات الفندق الخمس نجوم، لازم يكون في عندي قاعه افراح، وممكن تستعمل في بعض الاوقات ان هي تبقى معرض، دي طبعا بتطل على الخارج اكتر منها بتطل على قلب المشروع، لذلك الكتله بتاعت قاعه الافراح هنا. طبعا بحكي لك على اللي موجود اوريدي نظرا ان انا زرت المشروع وقعدت فيه، فبالتالي حافظ كل جزء فيه يعني. يبقى انا دلوقتي الجزء بيطل على الخارج قاعه الافراح، بعد كده اهوت بهو الاستقبال الجزء بيطل اكتر على جوه المطعم بتاعي، وفي اطلاله في بهو الاستقبال بتبص برده على البسين وبتبص على البحر، تمام. خلاص انا دخلت الكاونتر استعلامات، تمام، عاوز بقى اخش الغرفه بتاعتي، يا اما همشي في الدراع دوت امشي كده، دي كلها غرف 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 بتبص على المشروع، ودي كلها غرف 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 بتبص على الناحيه دي. تفتكر في منهم الاغلى، الغرفه دي اغلى ولا الغرفه دي اغلى؟ ها، دي بتبص على البحر بس بالورد، دي بتبص على البحر برده بالورد وبتبص كمان على البسين، اكيد ديت اغلى، اغلى لان هي فيها امتيازات اكتر، تمام، دي بتبص على البحر بشكل اكبر وفي نفس الوقت بتبص على البسين والملاعب بشكل افضل، تمام كده يا جماعه؟ نفس الكلام لما اجي امشي كده في السكه ديت، لان في عندي في غرف بتبص على الجاردن وفي غرف تانية بتبص على ايه،
على البسين وبرضه بتبص على ايه على البحر. طيب يبقى ده الجزء اللي هو الخاص بالايه بالفندق اللي هو على شكل حرف يو. طبعا غرف فندقية جنب بعض جنب بعض، ولا في الاخر خالص في عندي جناح. نفس الكلام هنا كلها غرف فندقية في الاخر في عندي الايه جناح. طيب ده الزون الايه التاني. الزون التالت او المنطقة التالتة اللي هي مجموعة شاليهات تمام منفصلة عن بعض، دي في الاصل متباعة من خلال المستثمر مجموعة مستثمرين تانيين صغيرين على اساس ان ده ملكية خاصة بتاعتهم، وفي نفس الوقت ممكن يأجروها فياخدوا من وراها ايه مكسب. فدي كلها افكار ممكن اشتغل عندي في مشروعي، يبقى في عندي وحدات اريحها وفي نفس الوقت ممكن اجرها فواخد نسبه منها، فبالتالي اكسب الشخص اللي هو هيشتغل معايا او هيشتري مني وفي نفس الوقت هكسب نفسي. دي كلها افكار هي بنشوفها، دي كلها شاليهات تمام طبعا مصممه بافكار مختلفه، خطوط طوليه، وهنا ذكاء معماري ان الخط بدا يمين معايا عشان يعمل اكبر عدد من الايه من الغرف او اكبر عدد من الشاليهات بمعنى اصح. طبعا ده شاليه في مدخل، في عندي تيرس كبير، في